دقيقة بتمر عليا بحس بمرار في حلقي، وعشان كده أنا مش راجع البلد تاني ومش عايزة أشوف أبوي. اعملي معروف يا وداد، ربنا يهديكي يا دناي. قولي لي ناوية تعملي إيه؟ نفسي أحرق اللي حرقه أرض عبده بركات. أنت عرفتي مين اللي حرق الأرض؟ أيوه عرفت، وعرفت مين اللي سرق الشنطة اللي كانوا فاكرين فيها فلوس كتير باعتها بركات لأبوه. مين يا وداد؟ اتكلمي. المنصر اللي أبويا مشغله. أنا عمري ما شفت ناس زي اللي شفتهم هنا في البلد دي، شهامة ورجولة ملهاش مثيل. من أول بركات اللي قربت منه هنا في الإمارات لغاية أبوه وأبوكي وكل اللي شفتهم هنا، حتى الست مبركات وعظيمة، وانت وطنية، الشهامة اللي فيكم ملهاش وصف. احنا ناس بسيطة يا أستاذ، بنتصرف بالأصول اللي تربينا عليها وبس. أنا سمعت إنك خطيبة عصران أخو بركات. ربنا يفك حبسه ويرجع لنا هو راخر بالسلام. بس دول قالوا لي إنه مشكلته مش سهلة، وإنه راجل من دحر راجل. هتستنيه؟ طبعا هستناه، حتى لو قعد كتير مسجون. عصران هو حياتي بحالها، هستناه يكشي عمري كله زي ما عظيمة هتستنى بركات. مش دي الأصول برضو يا أستاذ؟ بس مش كل البنات زيكم كده، كتير ممكن يضعفوا وينسوا. دول احنا ملناش دخل بيهم، ربنا يكفينا شرهم. لاجل خاطر الغنوة الحلوة دي اكرموا عشان خاطر. وبعدين معاك مال يا لبيبي، حنية قلبك دي هي اللي هتجيب رجلينا لورا. عشان خاطر مال يا سيد. عمر الله، شفت الست واقفة جنبك، واقفة في صف. ربنا يخليها لنا يا رب. اتفضل يا سيدي ويخليك. شكرا. ألف ألف مبروك. على فين؟ ايه؟ ده معاكش فلوس يا حلو. ابصم ابصم على الكمبيالة الأول. سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا معلم سيد. استنى يا غباشي. ايه اللي اشتريته دي يا غباشي؟ طقم صيني زي اللي بياكل فيه العمدة. وبصموك عليه بكام؟ وانت مالك انت؟ دايما حاشر نفسك في اللي مالكش فيه. اه يا اللي ما بتشوفش ابعد من مناخيرك، عارف اللي بتشتري منه ده كان فين امبارح بالليل؟ كان فين بقى ان شاء الله؟ كان حدا انور كساب. طب وفيها ايه لما يروح للعمدي؟ فيها انه غريب مالوش اصل، والظاهر كده انه في حاجه بينه وبين الناس اللي بتمص في دمنا. يعني مش فاهم انت عايز توصل ايه بالظبط يا شحاتي؟ انت عايز ايه من الاخر كده؟ عايزك تصحح اللي عملته وترجع اللي اشتريته، وتاخد الكمبيالة وتقطع الراجل دي خالص لحد ما نعرف له اصل. اقطعه؟ قطعه انت يا اخوي، كل واحد حر يعمل ما بداله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا يا حاضرة. اهلا وسهلا. هالبت خلصت كل مشاويرك وحترحل بالسلامة. ايوه بس ليه عندكم طلب؟ التاجر الغريب هو نطاط الحيط. معقول اللي انت بتقوليه ده؟ اني سمعتهم بوداني وشفتهم بعيني. النطاط هو اللي سرق الشنطه وما لقاش فيها فلوس، وسمعت كمان ان شيخ الغفر وشيخ البلد هم اللي حرقوا ارض عبده بركات، وابويا اللي محردهم على كل ده. دول كلاب سعرانه ما بيشبعوش. هذا ما عرفتي كل ده ومتاكده منه، يبقى مش لازم نسكت يا ست زهره. كاسيت؟ ايوه كاسيت. قالوا لي ان انت والست مراتك اللي عندكم كل شيء، وانا بسم الله ما شاء الله شايف المحل مليان خير اهو. ايوه ايوه، بس الكاسيت دي ما فيش عندي منه، واهل البلد يا حضره هيني يعني ناس على جدهم ما يفهموش في الحاجات دي. بس استني يعني كلها يوم ولا اتنين وانزل البندر القط لك حبايه ولا حبتين، وباذن الله اجيب لك كمان الشرايط اللي بيقولوا عليه. لا لا مفيش داعي، يلا بينا وطنية. لا مؤاخذة يا حاضر، وانت كنت جاي هني عشان الحكاية دي بس؟ اه طبعا. طب يعني لا مؤاخذة، انت كنت محتاج الكاسيت ده في ايه؟ اصل اهل بركات عايزين يسمعوا عليه شريط بصوت بركات. اصل بركات بعت شريط بصوته مع الاستاذ. بقول لك ايه يا سيد، طلب الاستاذ عندنا. عندنا زي لبيبي. جرى ايه يا سيد؟ البتاع اللي شبه الراديو اللي قلتلي ان واحد من البندر بعهولك، اللي جبتهولي من شهر وقلتلي يشليه. براو عليكي يا لبيبي، براو عليكي. خش شوفيه جوه بسرعة. فرجت يا عم،
الحمد لله طلبك مقضي بعون الله. تعال بقى معايا جوي عشان تشوفه بنفسك. اتفضل اتفضل. خش انت معايا يا استاذ جوي وانا هستناكم هنا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا مؤاخذه. المكان مش قد المجهان، البلد كله مش قد المجهان. اتفضل اتفضل. هو ده الكاسيت يا استاذ؟ ايوه هو ده. روح انت المحل يا لبيبي وسيبيناني مع الاستاذ. اتفضل اتفضل. الجهاز اهو اتفرج عليه براحتك. ده جهاز بريفيكس اصله تبع واحد علاوي واني اشتريته منه. يلا هو يقضي الغرض والسلام. وده عايز ايجار فيه كام لحد ما يسمعوا عليه الشريط؟ لا اي فلوس تدفع في الجهاز دي مش هتنفع. انا عايز فيه ضمان. ضمان؟ الجهاز دي غالي قوي يا حضرت. انا ما فرطش فيه بالساهل. ولا بعهولي قال لي الجهاز دي تمنه قد اي جهاز الطقطقين 3 4 قول 10. وايه هو الضمان اللي انت عايزه؟ اطلع انت منها بس وسيبني من ليهم. انا حاجي معاك والجهاز في ايدي اسلمه لهم واخد الجاموسه راح. تاخد الجاموسه راح يا دي العابه. زي ما قلت لكم كده عاوزين الجهاز اخد الجاموسه راح. ولما ترجعوا لي الجهاز صح سليم ارجع لكم الجاموسي زي ما خدته. عجبكم اهلا وسهلا، مش عجبكم انتم احرار. ما كانش ده العاشم يا معلم سيد. لكن هقول ايه، ما انت مش من البلد وما تعرفش سلوها. وبعدين الجاموسه دي شرك بين عبد وهمام والاتنين مش موجودين. وهم لو كانوا موجودين كانوا قالوا لا. وافجي بقى يا خالتي، خلينا نفضها سيره ونسمع الشريط. ان كان على ابويا ولا ابويا عبده ما تشيليش هم، ان شاء الله لما يجوا ويعرفوا مش هيقولوا لا. اي حلتها لكم. يلا بقى عينكم سواد، انا عندي شغل. الامر لله. اسحبي الجاموسه من الزريبه يا وطني وسلميها للمعلم سيد. والجهاز اهو بيريفكس و220 فولت. أما عجيب عليك يا ولا سيد، انت ايه معجون بمية عفاريت؟ ابليس؟ نفسي افهم ازاي الفكرة دي جت في دماغك. محسوبك وقاعد للسقطة واللقطة وما تعدينيش فرصة زي دي. طب وغلاوتك يا جنب العمدي؟ اني اول اما عرفت طلبهم قعدت العبهم لاجل ما خسرهم اخر امل ليهم يتسندوا عليه قدامك يا سيد الناس. والله يعني لولا حكاية بنتي اللي خرجت ماني عارف راحت فين كان زماني برقص اني وانت للصبح. وكنت اتاكدت وقلت في سري ان البلد دي ما عادش فيها حد يقدر يوقف قصادي. محسوبك خدامك وحيفضل خدامك طول العمر. وربنا يطمن قلبك على الست وداد وتظهر. هتظهر هتظهر يعني هتظهر. يا جماعه يا جماعه قلت لكم الافضل نستنى عم عبد ما يرجع ويسمع الشريط معاكم. يا ابن الله لا يسيئك، سمعني حسبني حسبني وحشني. الست في ضيق ومش مستحمله تاخير اكتر من كده. الهي ربنا يخليه، شغلينا الجهاز بقى اعمل معروف. يا وطنيه مفيش داعي للاستعجال. هو في ايه؟ في ايه؟ مالك عملت لواعينا كده؟ هو الشريط فيه حاجه وحشه؟ ما فيش. انا قلت لك يا ام بركات انا ما اعرفش الشريط فيه ايه. خلاص يبقى سمع لي صوته، سمحهولي عشان نخلص من الجهاز قبل ابوك عبده ما يرجع ويعرف بحكايه الجاموسه لما رهناه. ما هو بصراحه انا مش شايف ولا فيشه واحده في الدار دي كلها. ان كان على الفيشه حدانا في الدار بدل الفيشه اتنين. اخويا سليم اله ربنا يكرمه ويرجعه بالسلام. عمل لنا فيشه في وسط الدار وفيشه في اوضته. يبقى خلاص ننقل على دارك يا وطني. يا مرحب يا مرحب. اتفضل. يزيد فضلك يا مسلم. اتفضل يا استاذ اتفضل. الدار دار يا ساتر. الفيشه هي يا استاذ. الحمد لله ابويا جي ومعاه ابويا زدان وابويا عبد. الف شكر وحمد لك يا رب. خلاص يعني كده انت ملكش حجه،
حط الشريط عشان نسمعه كلنا سوا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك. الله، انت يا ابني ما سافرتش الصعيد في النور ليه؟ ما انا يا ابو عبده قلت ما يصحش برضه اسافر قبل ما ترجع لدارك واطمن عليك. اصيل يا ابني. ازيك؟ ازيك يا اختي؟ اختك ليك عين بعد اللي عملته تقول علي اختك؟ خلاص بقى يا مباركات، عفى الله عما سلف. اخوك حس بغلط وصلحه لما عرف انهم مسكوا عبده عشان البلاغ اللي قدمه. طلع جري على المركز وقدم تنازل عشان كده سابوه. دي اقل حاجه كنت اعملها يا همها. انا صحيح غلطان وكنت اعمل مش شايف حاجه. اعذروني يا اختي، اعذريني وسامحيني، واحنا ولاد النهارده. خلاص احنا في الاول والاخر اخوات، والدم عمره ما يبقى مي. ايوه ربنا يخليك ليهم، ما يحرمنيش منك ولا من عبده. ما تقعدوا. تعالي يا اختي اتفضلي. وانت ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. دي زيدان، يبقى خال بركات يا سي اسامه. وابو عظيمه مش كده؟ ايوه ابو عظيمه. يا اهلا وسهلا، متشكرين يا استاذ. اقعد اقعد. الله، صحيح فين عظيمه يا حسنه؟ يلا بقى، انتوا كده عملتوا اللي عليكم، روحوا سيبوني لوحدي. لا أنا مش قادرة أسيبك في الحتة المقطوعة دي لوحدك. اسمعي كلامي وتعالي معايا على دارنا، وأنا هخبيكي جوا عينيا. أنا قلت هفضل هنا لوحدي، يعني هفضل هنا لوحدي. أنتوا عايزيني إيه؟ أطفش من هنا ولا أولع في نفسي؟ بس أوعك تتحركي من هنا، أنا حاجة على طول. يلا يا عظيم. استنى عندك التهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتوا تبقوا مين باقي؟ دي الست زهرة آلة وعظيمة بنت جداد. ايه عميت؟ امال انتوا كنتوا فين السعاد؟ مالكش صالح. ايوه بس اصل يعني مش عوايد الست زهرة انها تخرج السعادي. وانت مالك انت؟ ما تتحشرش في اللي مالكش فيه، احنا مش فاضيين لك. امشي امرك يا ست كل. بس يعني انا بقول وانتوا جايين كده ما لمحتوش الست وداد؟ يلا يا ست زهرة. وبعدين بقى احنا تعبنا من اللف والتدوير على الست وداد، ولسه هندور عليها تاني. كده التوصيلة مظبوطة، هات الشريط يا وطنية. اهو يا استاذ. شوف يا وطنية، أول حاجة هتدوسي على الزرار ده هيتفتح الباب، تاخد الشريط وتدخليه وتقفلي بالراحة، ومجرد ما تدوسي على الزرار ده هتسمعي صوت بركات على طول. استاذن انا بقى عشان اتكل على الله واسافر. مشكرين يا استاذ، ما تخليك معنا شوي. سافر فين دلوقتي يا ابني؟ ثلاثه بالله العظيم ما سافر في الضلمه دي ابدا. ايوه يابا، بس ما بسش ولا حاجه. ايه اقعد وفرصه تسمع صوت اخوك بركات. امر لله. اقعدوا يا اولاد، هنسمع صوت بركات كلنا. اقعد. ايوه اسمع. مفيش قدامك حل يا اسامه غير انك تقفل عنهم صوت الكاسيت عشان ما يسمعوش الا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. امال فين حسي بركات؟ الظاهر الهند بايظ. هند؟ يطلع ايه الهند دي؟ لا الهند ده اللي بيمشي عليه الشريط وبنسمع صوت بركات. واخرته ما تحاول تاني يا استاذ. حاضر يا ما هحاول، ربنا يسهل. Thank you.
ينطق يا بركات، ينطق يا ابني، اعمل معروف يا بركات، ريح ابوك، ينطق يا ابني. هاي خلاص ما بقاش عندي مرارة وجع بعادة، انت واخوك عصران قطب ظهري يا بركات، كل شيء الدرب فوق دماغ ابوك. اعمل معروف انت، ابوك تعب تعب يا بركات، انتك يا ابني سمعني حسك يا بركات، ابو سيرك سمعني حسك، سايق عليك النبيت انتك يا بركات. جابوا ستنا ضاعت، اللي خدها المعلم سيد رهب عشان الجهاز اللي انت كسرته دي. بقولي ايه يا ست ابوها؟ لك جابوا ستنا راح، انا اتجننتك، انت بتقولي ايه؟ وحد الله، وحد الله يا عبده، اللي حصل حصل وخلاص، امر الله، هنعمل ايه؟ ايوه يا عم، بس ما كانش لازم تتصرف في دماغها كده، تضيع الجاموسه اللي حلتنا ترهني عليها يا ست ابوها، مش كفايه الارض المرهونه لشيخ البلد وحطير، تضيع الجاموسه كمان والبيه للتاجر الزفت اللي اسمه سيد اللي ما نعرفلوش اصلي ولا فاص. وانا كنت هعمل ايه بس؟ انا كنت زي المجنونه التايه، والفكر عمال يود ويجيب زي الغرقانه، وصوت ابني هو القشه اللي هتشحمط فيه وتنجيني. قشه ايه؟ القشه اللي كانت هتنجيكي غرقتك وغرقتني جنبك. خلاص خلاص يا ناس، انا مستعد اصلح اللي اتكسر. تفهم في الاجهزه اللي من النوع ده؟ لا يا وطنيه، مش هصلح الجهاز، هصلح اللي حصل بشكل تاني. اسمع يا ابو عبدو، اديني فرصه بس انزل البلد اجيب لك فلوس كتير قوي، فلوس كتير تقضيك، ترجع لك ارضك وجاموستك كمان. تعيش يا ابني، تعيش، بس انا متعودش بدي ايدي لحد. بس انا مش اي حد يا ابو عبد. طمن يا استاذ، احنا هنوقف مع بعض وهنساند بعض ومش هنسيب بعض. وانا ايدي هتبقى في ايديكم، ومن هنا ورايح ما تعتبرونيش غريب، اعتبروني زي بركات بالظبط. يا بركات يا اخويا، انا مش عاجبني انك بتشتغل معايا في الفاعل وبنفسي مكسوره كده، النفر منا مش لازم يستكبر على اكل عيش. انا عمري ما استكبر يا عم اسماعيل، كل الحكايه ان ديه مش شغلي واني مش واخد عليه، ده غير ان فكري مشغول ومستني اللي هيحصل لما اهلي يسمعوا شريط اللي انا بعته. مش ده لما يوصل لهم اصلا؟ لما يوصل لهم معناته ايه الكلام ده يا عم اسماعيل؟ اصلا بصريح العباره كده، عمري ما ارتحت للجدع اللي اسمه اسامه ده، وتلاقي خدك على قد عقلك وفض نط من المطار على بلده لازم وانساني بقى. لا لا يا عم اسماعيل، ده موعدني، موعدني يطلع من المطار على بلدنا عدل، ما تغوشنيش، اعمل معروف، ده انا امل كبير قوي في النجده اللي هيبعتوها لي اهلي لما يسمعوا الشريط اللي انا بعته. يا بركات يا اخويا، انت اكيد عارف ان اهالينا اللي احنا فايتينهم وموجوع قلوبنا بالبعد عنهم، دول مش حمل نشيلهم همومنا، دول تعبوا وقاسوا كتير وبلعوا الزلط لاجل ما يسيبونا نفوتهم، ونتعب ونبعت ليهم مش نطلب منهم. اسمع كلامي وابتدي هنا من جديد، وما تستناش ان المعجزه تحصل والايه تتقلب وهم اللي ينجدوك. بينا بينا نشوف اللي ورانا. Thank you.
ايه يابا؟ يعني هنفضل ندور عليها كتير كده في الليله الزحل دي يا عنتر؟ هانت يا بروس ودينا رايحين ندور عليها، يمكن نلاقيها في الخص المهجور. معقوله؟ معقوله تكون راحت في الحته المقطوعه دي؟ ده ما حدش بيروح نواحيها خالص. الخوف من شيخ الغفر اللي يسود عيشتنا يا واد يا بروس. ادي احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. والله انا حاسس كده انه اخرتها يعني انت شايف اللي انا شايفه دي؟ الله 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 الله، مش دي الست وداد ولا انا غلطان؟ هي الست وداد. يلا ناخدها ونوديها لجناب العمدي. يلا بينا. يلا يلا بينا. ست وداد. انتوا مين؟ انا عنتر. وانا بروس يا ست الناس. انتوا الكلاب اللي شغالين مع الحراميه، ابعدوا عني. ابعدوا ابعد. لو حد قرب مني خدها بالعافيه. يلا يلا ناخدها بالعافيه. مش عايزه اسمع من السعادي كلامي. انا اللي عايز سبع هقفل عليكي باب اوضتك وهربطك من ايديكي ورجليكي. لا يا انور، البنت مش حمل القسوه دي. انت من قبلها تخلصي خالص، عشان انا عارف ان انت السبب. انت اللي مقويه قلبها عليا، انت اللي الغل مليكي من ناحيتي، انت اللي نفسك تمرري عيشتي. لكن لا، انا من هنا ورايح هوريكوا. تقدر تحبسنا يابا وتقدر تربطنا، لكن مش هتقدر تقرصنا. انا هقول كل حاجه، هصرخ بقلبي وحسي واقول كل اللي بينك وبين المنصر بتاعك. ايوه، انتوا اللي قتلتوا غيث، وانتوا اللي حرقتوا ارض عبد بركات، وانتوا اللي سرقتوا شنطه الضيف، وانتوا اللي نهبين خير البلد كلتها. خلاص يا بنت، مش طايق اسمع صوتك. عمرك ما تقدر تسمع كلمه حق ولا كلمه لا. انت كمان اخلصي، مش طايق كلامكم. ايوه، احبسنا واربطنا زي ما انت عايز، بس مش هتقدر تحبس العودجه كلها. الناس كلها عارفه الحقيقه، الناس اللي ما كرهتش عمرك جدهم. الناس دول هينتقموا منك ومش هيرحموك. ايوه يابا، واحنا معاهم، احنا مش هنسيبك تظلمهم ابدا. لسه عادي، ولو حبستني ولا ربطتني صوتنا هيوصل من ورا الباب. صوتكم مش هيتسمع، وانا مش هحبسكم. لا، لو حكمت اني اقطعكم حته حته هقطعكم غرم قدامي، غرم قدامي. انور يا انور، ايه ده بالله يا انور؟ رمت كده بعد اللي سمعته ده وعايز نهدى؟ لازم تهدى يا انور. تعال ركز معايا. اول هام دول مش لازم يستنوا هنا. بالنسبه لوداد، ناس عارفه انها كانت مريضه وبتتعالج. اي كلام تقوله ملوش اي اساس. طب وزهرة؟ زهرة دي بقى نشحنها على اسكندرية وغصب عنها انا اخدها في عربيتي. اما وداد بفكر لها فكيرة ما تخرش المية. يا حمدي، بقى سيد جوز لبيبة يطلع هو المدعوك دي نطط الحيط. يا ده يا دك، لو ايه ما كفهوش كل اللي عمله، وانه خد الجاموسة راه كمان اداكم الجهاز مخروب، وتلاقيه سرجه من ايوها حتة زي العادة. واحنا اللي بندفع التمر يا عظيمه يا بنتي، مش حد تاني. واظن لحد كده وكفايه يا جوز عمتي، هم وبس اللي لازم يدفعوا التمر. كلام كلام بنقوله بس يا بنتي. افتكرنا اننا ممكن نقف في وش الريح، لكن الريح جامده جامده، بتخلع الشجر الثابت من اساسه. فبارك البني ادم. لا يا بعبدو، مش انت اللي تقول الكلام ده ابدا. احنا نبلغ عن النطاط ده يا ابو الحاج، يتمسك وياخد جزاءه. ده غير اني سمعت بلاوي ممكن تودي الناس دي كلها في داهيه، شيخ الغفر وشيخ البلد والنطاط وعلى راسهم العمده كمان. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عظيمه يا بنتي؟ هقول لكم، والاستاذ المتعلم اللي فاهم كل حاجه هو اللي هيلاقي معانا الحل. خد يا عنتر، خد القهوة دي دخلها لسيدك العمدة، وأنا هدخل لستك وداد. أم الهنا. نعم يا سيدي. ستك زهرة صفة اسكندرية، وست وداد في أوضتها، أي حاجة تطلبها نفذيها على طول. حاضر حاضر يا سيدي. مجرمين، المجرمين مانعين الزيارة والجوابات كمان كده، بقى صعب قوي كده، صعب من كل اللي فات. انت ناسي اللي انت عملته؟ مش ناسي ان اهلي وناسي بره محتاجين لي، واني موجوع
وجزوا على اني مش قادره امد لهم ايدي وارفع عنهم الظلم. انت قلت لي الكلام الحلو ده قبل كده، عملت ايه؟ مديت لك ايدي وساعدتك تهرب وتخرج لهم، عملت ايه يا اخويا؟ وانا نبني ايه غير التاديب؟ وهو انت بنفسك اهو جربت التاديب وعرفت معناته ايه في السجن هنا. مش طايق نفسي؟ هطق يا خلق هطق. لا مش لازم تبقى دي النهايه يا عسرا، لا لا مش لازم تبقى دي النهايه يا صاحبي. لا اقول لك ايه يا عسران يا اخويا، اعمل معروف، ما تحاولش تهرب تاني. انا خلاص رضيت بالقسمه ومش هتجنن تاني اني اهربك. الهي يهديك، الهي يهديك، ارضى باسمتك ونصيبك وارتاح وريحنا. هخرج يعني هخرج. عملت ايه؟ عملت كل خير يا عمده، اطمن. اول بند زهره شحنتها على اسكندريه وادي خلصنا منها. تاني بند يا عمده بالنسبه لوداد، كلمت المسؤولين وهيعملوا ترتيب، من بكره هتعرفوا هتطمن قوي، هترتاح وتريحنا. الكلام اللي قالته عظيمه ده مهم جدا وممكن يفيدنا. يفيدنا في ايه بس يا سيدنا الفندم؟ يا ابو الحاج الكلام ده ممكن يقلب الحكايه على الكل. اولا احنا نقدم بلاغ نتهم فيه النطاط بانه سرق شنطتي، ثانيا نقدم بلاغ تاني نتهم النطاط وشيخ البلد وشيخ الغفار بحرق ارضك. والاثبات ايه يا سيدنا الافندي؟ في موضوع الشنطه الاثبات واضح وصريح يا حاج همام. الشرطه هتيجي تعاين الدار وهيرفعوا بصمات واكيد هيلاقوها في كل حته في الدار، وبكده الموضوع يلبس النطاط، ولما يعترف طبعا هيقر على الكل، العمده وشيخ البلد وشيخ الغفر. يسلم بوقك يا استاذ. طب وحرق الارض يا ناس دليله ايه؟ شهاده وداد بنت العمده نفسها يا ابو الحاج. ودي معقوله برضو؟ البنت هتشهد على ابوها بايدها كله؟ اكيد هتشهد. انا حاسس ان وداد دي انسانه كويسه قوي، والا ما كانتش قالت الكلام ده كله العظيمه. ايوه تشهد بالظبط عظيمه. يا ابو عبدو الحق يا ابو عبدو. في ايه يا وش النحس انت؟ الخبر الاسود لسه واصل حالا. خبر ايه يا ولد عمتك؟ الحاج طاير تعيش امته واهله جابوه البلد ومصممين يدفنوه الليله دي. روحنا قسما برب العزة لا نشوف وسيلة تجل نوحنا وتطفي نارنا وجروحنا. مع السلامة يا عم ناسنا الأصيلة. مع السلامة يا عم ناسنا الأصيلة. عم ناسنا الأصيلة. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اتاك الرمية. اتاك الرمية. يعني رجعتم كلكم
بعد ما الخراب حل. أنا اللي رجعتهم يا أبو عبدو. أصل اللي عرفته خلى عقلي نور وخلاني أقول إن كلنا لازم نتحد ونبقى إيد واحدة. وهو اللي عرفته حسونة. العمدة لعب علينا ملعوب كبير قوي. دخل علينا بموضوع المشروع ده وقال إيه مشروع تبع الحكومة وبأمر من الحكومة. وطبعاً المشروع مش تبع الحكومة. لا تبع الحكومة ولا حاجة. ده مشروع كده خصوصي لصالحه ولصالح الجدع التعبان قريبه. الحكومة يا دوبه فجت له يعمل المشروع كده وخلاص، لكن ما قالتلوش يعمله في أرض الفلاحين الغلابة وينزع ملكيتها منه. أنت متأكد من اللي بتقوله ده يا حسونة؟ يا أبو عبدو أنا من ساعة ما انضغط علي وبحت وأنا لا على حامي ولا بارد، وقلت لازم أنا أفضل أفحر ورا الموضوع ده لحد ما أجيب قراره. لفيت على كل اللي أعرفهم في البندر واحد واحد لحد ما جابوا لي الحقيقة اللي بقولها لكم دي. فهمتم معنى الكلام اللي بيقوله حسونة ده؟ الكلام باين زي الشمس. العمدة هو اللي عمل الحكاية دي بالعنية لجل ما يلهف وربع أراضينا بالخصوص. وطبعا أهم أرض في المربع دي أرض المرحوم الحج طايع وأرض عبد وأرضي، لكن ما قدرش عليني، قدر عليكم أنتم وخد منكم الأرض بتاعتكم. الحكاية بانت كده والرؤية اتضحت عم همام. يا أبو عبدو لازم ننفذ اللي اتفقنا عليه، لازم ننزل المركز نبلغ ونقلب الدنيا على دماغه، وبالمرة ناخد معانا الناس اللي باعوا العمدة أرضهم هم كمان يبلغوا عنه. يبلغوا عن إيه يا ابني؟ ما خلاص باعوا أرضهم، بيعنا تحت التهديد يا أبو عبدو، والبلد ما هي كلها شهدة. العمدة حط الحكومة قدامنا والسكينة على رجبينه. وادي حاجة كمان تثبت إن هو المستفيد من حرق الأرض اللي وداد عرفت مين اللي حرقها باسم أبوها. واني معاك يا أستاذ أسامة، وإن كان أبوها قدر يمنعها عن الشهادة مش هيقدر إنه يمنع أخته زهرة. واني كمان مستعدة أشهد ومستعدة كمان أبيع عمري كله بس الحق يبان والغلابة ما يندهسوش تحت الرجلين. لك حق يا بركات، تعمل المستحيل عشان توصل لواحدة زي دي. عندك مليون حق في إن الدنيا لسه بخير وفيها اللي يستاهلوا، والناس الطيبين اللي هنا دول يستاهلوا وقفتك معاهم يا أسامة. أيوة يستاهلوا، بس يا ترى وقفتك معاهم لوحدك كفاية؟ كفاية عشان الناس دي تخرج من قلب الضلمة اللي عايشين فيها؟ يا اللي شفته هنا خلى عقلك خلاص اتشتت يا أسامة، اتشتت ومبقاش قادر يجمع حاجة ولا يستوعب أي حاجة بشكل محدد. فينك يا محمود صنباطي؟ فينك؟ كل اللي كنت بتقوله بيتحقق اهو، يظهر ان كل كلامك اللي ما كنتش قادر استوعبه هو اللي صح، هو الحقيقه، الحقيقه اللي كنت موهوم ومش قادر اصدقها. بركات لازم يرجع لاهله يا اسامه، لازم، وانت اللي لازم تعمل الخطوه دي. ايوه اول ما تنزل الامارات تدي له من معاك كل اللي تقدر عليه، كل الفلوس اللي ترجعه لاهله وتحللهم مشاكلهم. أيوة أسامة لازم، لازم تعمل كده. البني آدم لازم يعمل ولو حاجة واحدة ليها قيمة في حياته عشان حياته نفسها يبقى لها معنى. إحنا الأخرين لازم نعمل حاجة يا وطنية. قولي لي أنا مروحي في قلب النار واني ما تأخرش يا عظيمة، مدام اللي هعمله ده عشان الناس. لازم نوصل اللي أنا عرفته من وداد لأهل البلد، دار دار ونفر نفر. لازم الكل يعرف الحقيقة، وإن التاجر الغريب اللي اسمه سيد هو نطاط الحيط اللي ياما سرق وحرق. لازم نوقف إيد واحدة وعصا واحدة في وش العمدة والنطاط واللي وراهم زي ما كان بيقول عصران. أيوه يا وطنية، لازم الظلمة يحسوا إن أبويا عبد وأبويا همام مش واقفين لوحدهم. بعد موت الحج طايع وبعد بركات وعصران وغيرهم. أيوه يا عظيمة، لازم نفضل شوكة في حلق الظلمة دول لآخر نفس من عمرنا. أدلى الدكتور عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ببيان أمام مجلس الشعب تناول فيه المشكلة الاقتصادية المصرية بوضوح كامل وبصراحة كاملة، وتحدث عن مظاهر الضائقة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد في التضخم وعجز الميزان الحسابي
ونقص الاستثمارات في الإنتاج والخدمات. وحدد الدكتور القيسوني وسائل العلاج الشامل التي رأتها الحكومة بعد أن فشلت الحلول الجزئية، وقد تقرر زيادة سعر السجائر والبنزين وضريبة السيارات. كما قررت الحكومة أيضا فرض رسوم استهلاك على السلع الكهربائية. يلا يا بركات، يلا بقى بطل كاسة، خليها روح الشغل. مش قادر، شغل الفاعل كسر ظهري. طب أنا هحصل أنفار وإن شاء الله ما أرجع ألاقيك خفيت والأكل محطوط أهو، تقوم تاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبويا العزيز، بعد الأشواق اللي ملهاش نهاية، واضح إن الظروف اللي بتمر بيها البلد عندكم منعت المرسال اللي بعته لكم إنه يوصل لك. لازما كده، وإلا كنت رديت علي. أني في محنة وبركات، كل ما بيعدي يوم المحنة بتزيد أكتر وأكتر. أني في أمس الحاجة للمساعدة. هقول لك يابا على المبلغ اللي أني محتاجه، وأتمنى تبعتولي بأي طريقة في أقرب وقت. أرجوك يابا اعمل كل جهدك ولا تتأخرش، عشان أني نويت أرجع البلد خلاص، ودي عشان ما عدتش طايق استحمل حاجات كتير، وبالاخص وجع البعاد. ايه دي؟ ايه العربيه الغريبه دي؟ دي عربيه مستشفى المجانين جايه تاخد البت وداد. يا نهار منيل على العمده اللي ملهوش عزيز، بقى هيدخل بنته ضناه مستشفى المجانين وبايديه؟ دايره تطرطش بكلام كده، يودينا كلنا في 60 داهيه لما ابوه يوديها مستشفى المجانين. اي حد هيسمع كلامه هيبقى مجنون زيه. سيبوني، انا مش مجنونه، انا خلاص عقدت لساني اتفكت، هقول الحقيقه. لازم الناس كلها تعرف مين اللي كان الخير، لازم الناس كلها تعرف مين اللي حرك ارض عبد بركات، لازم الناس كلها تعرف ان سيد جوز لبيب هو النطاط الحرامي، لازم الناس كلها تعرف ان ابويا كان معاه، هو ورا كل ده، هو ورا اللي سرقه واللي حرقه واللي قتله. ايوه كان فيه وزهم وكان فيه يتسطر عليهم. انا خلاص بقولها بصوت عالي ومش هسكت ابدا، لازم اقولها حتى لو دخلني الزيت زعنة. مش سرقت المجانين، انا بقولها عشان تعرفوا وتفهموا، انا بقولها عشان تعرفوا وتفهموا. حول الله يا ناس، وداد عقلها فوت بتهطرس. ايه اللي عملته ده يا انور؟ حرام الله. معلش يا عمده، ما هو كان لازم تضمن ان كلامها لا يتكرر ولا يتنطور. الكلام اتنطور خلاص يا طبراوي. اطمن يا عمده، بكره الكلام اللي اتنطور ده يتلم تاني. الناس هيقولوا ايه؟ هيقولوا كلام مجانين. الخوف كان من زهره، والحمد لله بعدناها عن البلد. المسألة مش مسألة زهرة وداد، مسألة في الناس. الناس هيطلعوا علينا ياكلونا دلوقتي زي الكلاب المسعورة. يا عمدة يا عمدة، الناس كلمة توديهم وكلمة تجيبهم، وساعة اللزوم العصاية تجريهم تفرقهم. لا طبلا، ده مش حقيقي.
أنا حاسس بخوف. المرة دي حاسس بخوف بجد. أنا جاهز يا أبو عبد. وأني كمان جاهز. توكلنا على الله. إيه؟ إنتوا نويتوا خلاص. لازم صوتنا يوصل للي فوق. اطمني يا خالة. مفيش حق بيموت أبداً طول ما وراه مطالب. كلكم حطيتوا رجلكم على السكه صح. اللي عنده شهاده ما يكتمهاش، لازم يقولها. ايوه لازم كلنا نقع في ايد واحده وعصا واحده زي ما كان بيقول عصران. وانا عن نفسي اعرف كتير يا ابو بركات. الشويه اللي قربت فيهم من العمده انور كساب عرفت فيهم قد ايه هو بيكرهك وبيكره مصالح الناس دي كلها. عظيمه ووطنيه كلامهم صح، وكل اللي يعرف حاجه عن أنور كساب لازم يقولها. ده غير ان جدعان البلد هيبتدوا من النهارده ياخدوا بطرهم وبطر اهاليهم من العمده ومن نطاط الحيط سوا. الكلام ده مبشر يا ابو عبده، مبشر، وان شاء الله كلامنا هيوصل للمسؤولين ويجيب نتيجه. يا اهل البلد كل اللي له حق هياخده. اللهم اجعله خير يا رب. ايه التجمر ده؟ في ايه يا حظابط؟ خير؟ والخير هيجي منين والبلد فيها امثالكم وامثال عصران؟ ابنك هارب تاني يا سعدو، عامل لي زعيم حضرته والبلد مش ناقصه. خش فتشوا الدار واللي بوه حته حته بسرعه. يا جناب العمدي الحق، يا جناب العمدي. في ايه يا ابني الوقت؟ الواد عصران هرب من السجن تاني وزمانه جاي على البلد وهيخلي عليه وطيه. مين اللي جالك الكلام ده؟ ده من الضباط والعساكر اللي جم دلوقتي في البوكس. ده اللي سايبهم متواجدين دار عبد بركات والدور اللي حواليه. وازاي ده يحصل من غير ما يدوا لي اشاره؟ احنا في ولا في ايه؟ المهم لازم نشوف هنعمل ايه ولازم نحتاط احنا كمان. ايه ده؟ هو البوليس راجع عصران وقبض علي؟ لا ما لقوهوش يا عم علي. هم اللي مشاه. اصل جدهم اشاره من المركز انهم هيعاودوا. يظهر الدنيا صغيطه في كل حته مش هنا وبس. طب وانتوا ملمين نفسكم كده ورايحين على فين؟ تعال معانا وانت تعرف يا عم علي. ايه ليك؟ الناس دي كلها جايه علينا كده ليه؟ في يا جدع تهوخ عايزين مننا ايه؟ طب قسما بالله العظيم لو ما مشيتوا من هنا دلوقتي لاكون مبلغ جناب العمدي. مش هتلحق يا سيد يا نطاط. ايه؟ نطاط؟ يعني مش اسم النطاط. ما تلفش وتدور علينا، احنا خلاص عرفنا انك نطاط الحيط. الشراء يا جدع انت وهو، مالكم كده جايين علينا وعينكم بتطق شراء؟ اصل اللي عرفناه كتير قوي يا لبيبه، قوي ومش هنسكت عليه. بقى لايف على نطاط الحيط الحرام الندل ده، وعاملين لي تجاره وعايشين في حمل العمده الندل عشان تبصوا دم الغلابه. طب ثلاثه بالله العظيم لا نجلب هلكم خرابه. طلالي
اللي اسمه النطاط لاجل ما نشك بطنه ونعرفه ان الله حق. بانه هرب هو ولبيبه، مش باين لهم اي اثر. هيروحوا مننا فين؟ يلا بينا على العمده قبل ما يهرب هو الاخر. كل واحد يلزم مكانه يا جدعان، انت منك له، واللي مش هيلزم مكانه هنضربه بالنار. مش هتقدروا يا ابو الروس. اصرار اصرار. مش هتقدروا، من النهارده محدش هيقدر يقف في وش الناس دي تاني. لما الوجع فينا زاد